له هالك لا محالة، أو يهتدي بسمك لا محالة، أو يخرج فارا لا محالة، تطوى أسحاره ويهدى جنده وخدامه لا محالة بإذن الله جل وعلا. نعم. الحصة الثانية خلصها السيد. نعم. الحصة ديال الدار خلصها السيد، أنا اللي شوفت في المشتري. رصفت لك الفلوس كل شيء عندي كل شيء. إيوا. والأخرى ما شفتهاش وما منها. الكاتبة ديالي شفتها ولاني ما عقلتش وما نعرفش وقع. إيوا. البارح قالت لهم ما خلصتيش. إيوا. هادشي البارح؟ لا اتصل بها قالت له ما خلصتيش. هو خلص. وشنو يعني انت لا دخلك في هذا؟ انت قلت المشكل. هو خلص ما الجهه ديالو والو اللي حسب. يعني هو ما قصدش، ولكن انت قصدت هذا المشكل. هو خلص. وكنت انت عملتي لي المشكل. لا درت هو وقع عندكم مشكل. هي المشكل ماشي انت فيه. انا سببت فيه مع الكاتبه. انت تسببتي فيه مع الكاتبه. طيب هكذا. شوف احنا بحكم العمل ديالنا لابد من الصبر. لان نتعامل ليس مع ناس عاديين، في الغالب تعامل الناس فيهم جن وشياطين. ان لم يكن هذا الامر فيه صبر واحتساب وتاني. انه على نية حسنة. ولا بد ان نحسن الظن بالجميع، لكن حين يسبك ويلعنك ويسيء اليك او ربما يصرخون هناك والناس نحن نقدر هذا، لكن بعض الناس لا يقدرون ان الجن من يتكلم او الشيطان من يتكلم. يقدرك ويحضرك. طيب خير ان شاء الله. قال خير. بعض الظالم نشتكي هموما وحده. بعض الظالم يشتكي لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت دابا الآن ترى أنه يعذب صح؟ أنت كتشوف كيتعذب. أنت كتشوفه كيتعذب وكتزيد تخيل من الشيطان كيولي كيبكي من وقع الألم الذي كيحس به الإنسان. شنو بقى؟ ربما بعض البشر لا يبكي. بعض البشر لا يبكي. الشيطان يبكي يقول لك تعذب بزاف. الشيطان بدا يحين، بدا قلبه فيه الحنان، فيه يعني الرحمه. نعم الشيطان يبكي، يعلم انه ضيع عمره وضيع حياته 30 سنه جعلها في السواد، كان متفوق كما حكى لي في الجامعه، وكان احتفظ الهجره الى اوروبا في 1900 في يعني قديم